متحف الكويت الوطني، إدارة الآثار والمتاحف، معرض بعنوان الآلات الموسيقية القديمة اللي كانت تستخدم في الماضي. أنا تشرفت يعني صراحة بالعزف في متحف الكويت الوطني، وطبعا مسوين معرض حلو والآلات الشعبية القديمة يعني موجودة. وأنا بدوري أصنع لقاعات هذه، الطار والمرواس والطبل البحري أيضا لي خبرة بسيطة في صناعته، وعندنا لقاعات بعد الأفريقية وما شابه ذلك. تراث قديم يعني، تراث دول الخليج كلها عموما يعني فيها التراث القديم يعني، يعني كان على السفر البحر مع البحر يعني يكون في الحلية وفي الطارة كل شيء موجود يعني. القطع المعروضة قطع نادرة، وطبعا هي قطع أصلية من مقتنيات متحف الكويت الوطني. وما شاء الله يعني الخليجيين يحبون الآلات هذه الشعبية بشغف ويستخدمونها استخدام يعني مميز، وفي فنانين كثيرين يعزفون على الآلات الشعبية مثل الطبل البحري والمراويس والطيران.